هل جلست في هدوء؟ أنا مش هخليكوا تقفوا لأن كلمات الترنيمة بتقول هل جلست في هدوء؟ وانت قاعد في مكانك حتى وانت في بيتك بتشاهد على السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي وانت قاعد في هدوء، اتأمل في هذا الإله اللي أخلى نفسه وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هل جلست في هدوء؟ جلست في هدوء ونظرت للعلا وتأملت صليبا بين أرض وسماء، فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبي بصلاة ودعاء، صافحا عن صليبي بصلاة ودعاء. يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير، شيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الطريق، مسحت دمع السكيبة من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانة زارعا فيهم عذاب، غافرا غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء، رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء. يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز ضمير، يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى. هل تذوقت سلاما؟ هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء، راضيا راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء، جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء، جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء. يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير، السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريح. اسمعوا قول يسوع لا تفيد الكبرياء، كلنا مرضى خطاة، كلنا مرضى خطاة، ليس فينا أبرياء، ليس فينا أبرياء،
فاذكروا أن المسيح جاء من أجل الفداء، وبه أن الخلاص تم في سفك الدماء، وبه أن الخلاص تم في سفك الدماء. يسيح الجبال ينادي تعال بصوت يهز الضمير، شيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى